السلام عليكم جميعا. سوف نتحدث عبر هذا الفيديو عن أغرب حاكم في تاريخ البلاد التونسية، والغرابة هنا تتعلق بالأفعال والممارسات التي كان يقوم بها زمن توليه مناصب هامة في الدولة التونسية. سوف نتحدث اليوم عن مصطفى بن إسماعيل، ذلك الرجل الذي فعل ما لا يفعله العدو بعدوه. هناك ملاحظة، الصورة التي تظهر الآن والموضوعة كصورة مصغرة للفيديو هي مأخوذة من الصحافة الفرنسية، وتبرز كيف أن المقيم العام الفرنسي روستان كان يتحكم بالبي محمد الصادق بي ومصطفى بن إسماعيل الوزير الأكبر الذي سوف نتحدث عليه خلال هذا الفيديو. دعونا أولا نتعرف عليه بإيجاز. مصطفى بن إسماعيل ولد عام 1850 بتونس العاصمة. لا يعرف عن أصوله الشيء الكثير سوى أن أمه تدعى منانة. لما كان صغير عمل في دكان أحد الحلاقين بسوق البلاط بتونس العاصمة، ثم انتقل بعد ذلك لخدمة أحد حراس البي، ومن هناك انتقل لخدمة محمد الصادق بي حاكم البلاد الذي أعجب به، وسرعان ما تم ترقيته إلى أمير اللواء، ومن ثم واليا على الوطن القبلي. كان مصطفى بن إسماعيل لا ينفك عن فعل المكائد والإيقاع بكل الرجالات لكي يأخذ مناصبهم، حيث ساهم في سقوط الوزير الأكبر مصطفى خزندار عام 1873. ولما تولى منصب الوزير الأكبر لعب دور مهم في تحريض البي ضد خير الدين باشا واتهمه بمحاولة الانقلاب عليه. أيضا تحيل مصطفى بن إسماعيل لكي يستولي على الأوقاف والتركات والأحباس، كذلك استولى على جزء هام من ثروة مصطفى خزندار بعد أن أطاح به. ولعل الفعل المشين الذي لم ينساه الجميع كون مصطفى بن إسماعيل عندما تولى منصب الوزير الأكبر بعد نجاحه في عزل مصطفى خزندار، أنه هو الذي قبل من فرنسا رشوة بخمسة مليون فرنك من أجل حث البي محمد الصادق بي وتشجيعه على قبول توقيع معاهدة الحماية مع فرنسا سنة 1881 والتمهيد لاحتلال فرنسا لتونس. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب مصطفى بن إسماعيل إلى مراسلة العثمانيين من أجل إعادة إدخال المملكة التونسية تحت حكم الخليفة العثماني آنذاك مقابل أن يتولى هو منصب ولي العهد. يعني كان يفكر في الإطاحة حتى بالبي الذي ساعده وأعطاه ترقيات لا يمكن أن يحلم بها أبدا. كما قلت لكم، الغرابة في مصطفى بن إسماعيل واعتباره من أكثر الشخصيات الحاكمة غرابة في تاريخ البلاد التونسية، كونه في البداية كان مجرد فقط خادم لأحد حراس البي، ومن ثم تدرج في المناصب إلى أن أصبح الوزير الأكبر وساعد فرنسا على احتلالها تونس. إثر احتلال فرنسا للبلاد التونسية عام 1881، تدهور صحة البي محمد الصادق بي الذي توفي عام 1882، تدهورت حالة مصطفى بن إسماعيل فهاجر إلى أسطنبول بتركيا حاملا معه ثروة جمعها خلال أيام حكمه بالوزارة، وتوفي هناك بتركيا سنة 1887. هذه هي حكاية مصطفى بن إسماعيل الذي يعتبر من أغرب الشخصيات الحاكمة في تاريخ البلاد التونسية. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.